أعزائي المشاهدين ومن اليمين للشمال زي فرقة الكورة أو زي المعلقين معانا من هاي شوية الأساتذة بقى أقول زمايلي حسام زايد وزميلي أحمد درويش منورني من الاثنين اللي أنا فعلا بعتز بيهم. أنا بعتز مش من حظ للمؤسسات المستقلة بس أنا بحس الصحف اللي هو مش أهرام أو أخبار بلغتنا بقى أهرام وأخبار الجمهورية وعامل اسم وبقى نجم في صحابة الجلالة ده يستحق كل تحية وتقدير عشان مشواره بيبقى أصعب وأطول. حسام نورنا. اهلا بيك استاذ احمد. سعيد بوجودي مع حضرتك ومع صديقي العزيز احمد درويش. نورنا يا درويش. استاذ احمد اول مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك. بحييك وببركك وبارك وليد قاسم وشهاب وكل فريق عمل. الله يخليك يا حبيبي. خطوه كده واضافه دايما كده متاخره شويه بس يعني الحمد لله جت تثري المكان وتثري الميديا الرياضيه. الله يخليك. ان شاء الله نكون ضيوف بقى خفاف انا وحسام. لا ده وانتوا بجد اضافه لاي مكان واي حلقه تفضلوا فيها. اشكرك. الله يخليك يا حبيبي. حسام حبيب مش هقول استصحاب يعني لا على طول كده احنا برضه شايفين كلها مع بعض يعني. لا حبيبي حسام النهارده يعني طبعا انت متخصص قوي في الهاند بول. حابب ابدا بمؤتمر برزنتيشن مع الهاند بول النهارده 50 مليون مش كده؟ النهارده فعلا كان عقد رعايه تاريخي بالنسبه لاتحاد اليد لانه اول مره يكون في عقد رعايه يمكن غير الكوره. طبعا الكوره من السهل ان انت تلاقي رعاه وتلاقي اعلانات والكلام ده كله لكن النهارده شركه برزنتيشن وقعت عقد مع الاتحاد المصري لكره اليد 3 سنين مقابل 50 مليون جنيه وده يعني في وجهه نظري كبدايه لرعايه كره اليد في مصر اعتقد ده رقم يعني مرضي ومريح جدا لكره اليد وأسرة كرة اليد جميعا. عندنا حدث مهم في 2021 في مصر كأس العالم كأس العالم للكبار هيكون هنا في مصر ان شاء الله ودي اول بطولة هيكون فيها عدد المنتخبات بيزيد ل 32 يعني هي لغاية اخر نسخة في المانيا والدنمارك في يناير اللي جاي هتكون 24 فريق بعد كده من مصر 2021 هتكون 32 فريق. ده طبعا حدث مهم جدا واعتقد ان السنتين اللي جايين ان شاء الله هيكون التركيز عليه بشكل كبير لانه حدث عالمي هو الاكبر في اللعبة فنتمنى ان شاء الله انه مصر تكون على قدر هذا الحدث وانه يكون يعني بطوله تليق باسم مصر باذن الله. طموح مصر في البطوله دي لغايه فين؟ انهي بطوله فيهم؟ بطوله كاس العالم اللي هتكون في مصر. في مصر طبعا. والله يعني عايز اقول لك انه يعني الاحلام كبيره لدرجه ان يعني في مجلس الاداره الاحلام ارتفعت. كابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد بيقول انا حلمي ان انا اوصل المباراه النهائيه. فيعني طبعا ده يعني حاجه كبيره ومش سهله يعني ان انت حتى. طبعا بس في النهايه مجلس الاداره طبعا برئاسه المهندس هشام نصر والكابتن خالد العوضي وكابتن مؤمن صفا والمجموعه يعني في خطه من دلوقتي يعني حتى منتخبين الناشئين والشباب بتوعنا كسبوا بطولتي افريقيا يعني في شهر 9 اللي فات في المغرب وكسبناهم على حساب تونس وتونس هو المنافس طبعًا المباشر لينا في اللعبه. فاعتقد بدايه كويسه ان انت تعمل فريق قوي لانه مش معقول تكون البطوله على ملعبك ووسط جمهورك وتخرج يعني بدري. لا انت على الاقل توصل ان شاء الله حتى يعني لدور الثمانية على الاقل وتبدا تلعب على مراكز متقدمه وبعدين شوف طموح المجلس الاداره انه يكون يعني على الاقل في المربع الذهبي. نتمنى ان شاء الله احنا افضل مركز عملناه طبعا عشان الساده المشاهدين يكونوا عارفين ونفكرهم في 2001 كان رابع العالم في بطوله فرنسا. نتمنى ان شاء الله نستعيد ذكرياتنا الذهبيه مع كره اليد ان شاء الله ما نقلش عن الرابع يعني يا رب. نروح لحبيب احمد درويش ده انت نجم الانفراد جانا برايه النهارده. هو طبعا الحمد لله كان في توفيق في قصه كده ان الاهلي انهى اتفاق رسمي مع اورجواني جوزيه دانيال كارينيو مدير الفني السابق لنادي النصر النصر السعودي. ده تم وتم تصعيد مدير فني للشباب كان تولى نادي النصر من 2002 ل 2004 حقق نتائج كويسه جدا حقق الدوري السعودي كاس الدوري وكاس ولي العهد وقتها وبعد كده راح قطر وليه تجربه ثانيه وبعد كده رجع السنه دي للنصر حقق 6 انتصارات تعادل مباراه وخسر مباراه وخسر امام وليديه الجزائر في دور 16 في البطوله العربيه فتمت اقالته وتصعيد مدير فني للشباب. تمام. كواليس النادي الاهلي انهى التعاقد قبل مباراه الوصل الاماراتي. ده كواليس بقولها الناس اول مره على الهواء. الاهلي تعاقد مع كارينيو قبل مباراه الوصل الاماراتي. وفضل النادي الاهلي تاني ده كلام خطير دانيال جوزيه كارينيو مديرا فنيا للنادي الاهلي قبل مباراه الوصل الاماراتي. تمام. تم التعاقد معاه وتم التكتم على الموضوع حتى الان يعني حتى دلوقتي الناس بتشكك
وزعلان بقى وقت تسريبات ومش تسريبات. احنا بنجتهد شغلتنا طبعا طبعا شغلتنا مغمضه. لا لا خبر معلومه دلوقتي في الاخر خبر. انت صحافه يعني خبر. دلوقتي زمان كنا ممكن المصدر يتخانق معاك, دلوقتي السوشيال ميديا بتتخانق معاك طبعا. ما بين مشكك وما بين, انما احنا بنجتهد ايه بيحصل بعد كده بالظبط. اللي بيحصل بعد كده بقى اعلنت ان انا انتوا معايا النهارده صفحه يعني ايه معلش ربط على الخبر مهم بس يعني انت بتشتم ليه يعني اي حد بتشتم قول مش يعني ده مش حلو قولوا الثلاثه كده طب طب يعني قولوا حاجه حلوه على درويش ولا حسام ولا على اي حد اي حد بيشتم لا 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 ده كله الكل مش بقول لك مبدا يعني مبدا مبدا. فانت بقى تلاقي بقى اللي يشككوا بعد الخبر انت بتقوله دوت. لا هو لا وعدك بقى هو كرانيو 55 سنه تمام, سيره ذاتيه محترمه جدا جدا جدا. كابتن خطيب كان له رغبه قبل كده في التعاقد مع هذا المدرب قبل وجود كالديرون كالديرون اسف وتم التعاقد معه. تم التكتم حتى الان بسبب ظروف الكابتن خطيب. الكابتن خطيب هيرجع يوم الاحد ان شاء الله. الاتفاق اللي انا عارفه هيتم الاعلان عن المدير الفني في وجود الكابتن خطيب يوم الاثنين. يوم الاثنين ممكن ما يتاجل يوم يتاجل يومين بس القصة جاية يعني ان شاء الله. القصة دي محسومة هو عشان ده رئيس النادي وتعرف طيب. اللقطة الكبيرة او الكريزة لازم تبقى طيب في وجود طيب. رئيس النادي يعني طيب. ده 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 حاجة مش عادية جدا. وكل الامور انتهت وكان في طبعا مساندة ودعم من اطراف اخرى في عملية التعاقد. اتحفظ طبعا على الاطراف الاخرى دي ان مش مخاول ان انا اقول اسمائهم عشان اطراف من النادي ولا من بره النادي؟ من خارج النادي. من خارج النادي. طب اطراف كانت قريبه من الزمالك يعني ولا ايه؟ هي قريبه من كلنا مننا من كلنا يعني. خلاص انا عارف خلاص انا عارف انا عارف. فهو هو بس بس يعني في لعيبه ولا كفايه المدرب بس يعني هتيجي من الاطراف الثانيه كلعيبه هقول لك لعيبه دعم للاهلي يعني كدعم الاهلي. كان في صفقه مهمه جدا كان المفروض هيبدا الاهلي خطوات فيها وباظت. باهر محمدي. باهر محمدي كان هيبقى كان في خطه كده ان باهر هيبقى في النادي الاهلي. لا فهمني يعني ايه خطه. كان هيجي له عرض من بره وهيطلع 6 شهور هيرجع النادي الاهلي. باهر محمدي وترشيحه جه من حد كبير قوي وطلب ان النادي الاهلي لازم يخش في الصفقه. فالامور لحد دلوقتي بايظه. الانباء المؤكده او القصه المؤكده فشلت يعني. هي ما فشلتش بس متعثره. الانباء المؤكده حتى الان النادي الاهلي اتفق شفهيا مع علي غزال على كل التفاصيل. مع ان انا جاي لي المعلومات النهارده ان علي غزال لسه بعيد. شوف هقول لحضرتك حاجه. النادي الاهلي قبل كده ادى مقدم تعاقد لهاني سليمان في يوم من الايام ما رجعهوش حد. رجعه هاني ودودار واحمد دودار ما رجعهوش نفس القصه. فالنادي الاهلي وارد جدا انه يدي تعاقد او يتفق وبعد كده تراجع. مش ازمه يعني تمام. بس حتى الان هم كان المفروض ان النادي الاهلي يوقع مع علي غزال انا بقول بالتوقيت في معسكر المنتخب الاخير لولا ازمه محمد فضلي وحسام غالي مع الاداره وقصه هيثم العرابي الشهيره. انما علي غزال حتى الان اتفق مع النادي الاهلي على كل التفاصيل وانهى مع النادي بتاعه اللي كان بيلعب فيه النادي الكندي ومفروض ان علي خلال ايام هيوقع رسميا النادي الاهلي. طب بالنسبه للجهاز المعاون بقى كابتن محمد يوسف وعادل مصطفى حتى الان لم يتحقق. بص لا يعني المدرب هيجي هل هيستلم الكلام كمان هيزعل شويه. لا زعل يا براحتك وهقول اسماء. اتفضل. النادي الاهلي يدار من خارج النادي الاهلي بواسطه شخص اسمه حازم هلال. حازم هلال. حازم هلال تعرفه يا حسام؟ لا محدش يعرفه. انا ما اعرفوش برضه. حازم هلال على علاقه وثيقه بكابتن خطيب وكان امين سر الحمله الانتخابيه بتاعته. شاب عضو بارز في النادي الاهلي يعني. شاب كابتن خطيب بيثق فيه جدا. كان في شراكه او شركه عمل وهو حاليا ساب الشركه دي. وعايز اقول النادي الاهلي ومجلس ادارته ومركز الاعلامي من كتب البيانات الاخيره للنادي الاهلي هو حازم هلال. من كتب البيانات الاخيره للنادي الاهلي حازم. وشخص اخر يقود السوشيال ميديا على صله وطيده جدا بكابتن خطيب. الاهلاوية عارفينه بس انا مش هقول اسمه. نفس القصه. نادي كابتن خطيب في استياء. في استياء. في اعضاء مجلس اداره زعلانين ان في ملفات كتير جدا جدا الكابتن خطيب مستحوذ عليها. في اعضاء كتير والناس زعلانه بس صمت يعني. يعني امنين امنين ان بعد كابتن خطيب ما يجي يبقى في انفراج. طب بالمناسبه يعني انت قريب برضه النادي الاهلي هل كابتن خطيب منع اي حد حتى يكتب اي حاجه في السوشيال ميديا؟ كابتن خطيب منع المتحدث الرسمي للنادي الاهلي شريف فؤاد المتحدث في الفتره الاخيره. لاحظ ان كل تصحيحاتها محمد رجال. صحيح. ده اول مره تقول الكلام ده. صحيح. ده انا اول مره اقول الكلام ده. يعني كابتن خطيب كان بيثق في شخصين داخل منظومه الاهلي او اكتر اثنين بيثق فيهم. محمد مرجان مدير التنفيذي وشريف فؤاد. تمام. الفتره الاخيره بقى مغضوب على شريف فؤاد ممنوع انه يتصرف. ليه بقى ايه السبب؟
وشايه شاي ايوه في شيء يعني 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 علاقه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ عمرو فاروق متوتره رغم التصريحات الجميله جدا اللي ادى بها الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي مؤخرا عن ان العلاقه طيبه وي 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 وان احنا ورا النادي الاهلي. بس حصل في يوم الجمعيه العموميه ان الكابتن عمرو حد راح قال الكابتن خطيب انا رايح كوقائع وعايز تعين فين فين. راح قال الكابتن خطيب ده استاذ عمرو قال ايه ده الناس دي كلها ايه جابهم جم امتى دول؟ ان اول وقت ما كانش فيه كثافه في الجمعيه الاخيره اللي اقرت رائحه الاهلي. تمام. الناس دي جت ازاي؟ فراح قال له ده بيقول كذا. فطبعا زودت الفجوه وقتها خصوصا ان الكابتن خطيب متمسك بكل الملفات. كابتن خطيب لما مضى مع برزنتيشن مضى في غياب عمرو فاروق كان رئيس كان رئيس بعثه الاهلي في الجزائر وقتها. والمفاجأة بقى عشان أقول للناس كمان كان من المفترض أن يكون رئيس البعثة وقتها خالد مرتجي. وقبلها 48 ساعة أو 3 أيام كابتن خطيب بلغ خالد مرتجي قال له أنت مش هتبقى رئيس البعثة. قال له ليه؟ قال له أنا اللي هيبقى رئيس البعثة الأستاذ عمرو فاروق. إيه السبب طيب؟ جايز ما يكونش معاه عايزه معاه في الـ في, الـ في الـ جايز الله أعلم يعني. تمام تمام. فعلا سافر الأستاذ عمرو مع البعثة وتم توقيع عقد برزنتيشن في غياب عمرو فاروق. تمام. ده من ضمن الحاجات اللي بتاكد ان في فجوه. تمام. بس انا اتكلمت قريب مع الاستاذ عمرو فاروق راجل بيقول انا في ظهر كابتن خطيب وانا خادم النادي الاهلي وانا 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 وحد تاني كان غير عمرو فاروق خلي بالك انه دلوقتي هو مخول لصلاحيات رئيس النادي الاهلي. تمام. كان استغل الموقف بشكل تاني. طبعا بس في استياء يعني احد اعضاء مجلس الاداره بيقول يعني احنا اولى بجوزيه. ليه ما نستغلش جوزيه كمشرف او مدير رياضي للنادي او مرتجي؟ طبعا لا انا ما بقولش الاقرب ليه. لا هو في على فكره جوزيه على علاقه وطيده دلوقتي دايره علاقاته في مصر بقت كتيره عشان خاطر وجوده في مصر مع وادي دجله واقامته دلوقتي في احد الفنادق. فبقول لك ان في استياء ان هو الكابتن حسن حمدي كان بيدي ملفات دكتور محمد شوقي لجنه طبيه مهندس هشام سعيد لجنه انشاءات خالد مرتجي لجنه خارجيه كل واحد بيمسك ملف. كابتن خطيب دلوقتي قابض على الامور. احنا بنتكلم في الصح. كابتن خطيب هيرجع 2 ديسمبر مش كده؟ كابتن خطيب هيرجع مع حد ان شاء الله. طب انا هرجع لكابتن الخطيب تاني بس انا برضو حابب اسال او دخل حسام معانا في الموضوع. انا هربط بين الاهلي والزمالك بمعنى ان الاهلي كان بيحصل فيه بالظبط دلوقتي اللي كان بيحصل في الزمالك السنين اللي فاتت. هل الزمالك يقدر يستفيد من الجو ده ويبدا صفحه جديده ونلاقي يعني نلاقي الناس بقى كلها تلاقي النعتال دخل جوه وفي صلح وفي بدء صفحه جديده ولا الكلام ده ولا انا بحلم؟ لا اعتقد صعب يعني لو بحلم قول لي بحلم مش هزعل يعني. لا هقول لك يعني الامور في نادي الزمالك طبعا يمكن الفتره الاخيره مشيت بشكل الى حد ما على مستوى فريق الكره لانه في نادي الزمالك في وجهه نظري ده ادهى بقى انه يساعد كمان. انا اقصد انه الامور يعني بتنقسم الى ثلاث يعني ثلاث ملفات. فضل. ملف فريق الكره الامور ماشيه بشكل مستقر الى حد ما لانه انا ملاحظ ان التدخلات الى حد ما بقت مش واضحه او تكاد تكون منعدمه بعد ما الامير مسك الملف ملف الكوره. كمان موضوع التصريحات اللي كانت بتتقال من رئيس النادي دلوقتي خلاص يعني لانه في قرار لعب الدور فعلا ويمكن الناس بتتكلم حتى على سبيل الدعابه انه ده جه في مصلحه نادي الزمالك. على فكره ده حصل في 2015 برضه بالظبط المنع اللي حصل بالظبط فعلا فده جه في الفريق. سؤالي بقى الملف قالت هو ده الملف القانوني انه نادي الزمالك اختار الطريق القانوني انه يمشي فريق قانوني وانه الاستاذ هاني العتال اختار ان هو كمان يكمل في الطريق القانوني. انا كنت اتمنى انه طالما الجمعيه العموميه فعلا اختارت مجلس اداره مكتمل من الرئيس مع الاحترام اللي يعني لاقل عضو في الاصوات انه الكل يكون موجود على طاوله واحده وانه الامور تسير في يعني في لاصلاح نادي الزمالك. يعني وجهه نظري ان كله مع بعضه ما هو يعني مثلا امير مش عضو في المجلس بس ليه دوره ومشرف على الفرقه وبتلمع يعني اتفضل كمل. صحيح لكن في النهايه يعني هاني العتال هو نائب رئيس نادي الزمالك بحكم اصوات الجمعيه العموميه دكتور عبد الله جورج هكذا. طيب يعني ايه المبرر او ايه السبب خاصه انه يعني المفروض انه في قانون رياضه صدر جديد وفي يعني مركز تسويه وتحكيم هو المخول ليه ان هو يقول مين اللي يبقى موجود ومين ما يبقاش موجود. لكن خليني اقول لك انه يعني ما اعتقدش ان الامور ممكن تسير في طريقها لحلول وديه يعني انه الاستاذ عتال او الدكتور عبد الله جورج يرجعوا لمجلس الاداره
ببساطه. ليه احسن؟ لان الفجوه كبرت. يعني الفجوه كبرت وخلاص، يعني الامور بقت في المحاكم، وفي قضايا تانية كمان منظوره يعني، فالامور بقت صعبه. وكمان يعني سواء هاني او عبد الله جورج الاثنين بيخلوا مسؤوليتهم عن اي قرارات بتحصل، خاصه فيما يخص الامور الماليه. لكن على المستوى الفني لفريق الكوره انا شايف ان الامور الفني انا هنتكلم فيه باستفاضه يعني، ده اعتقد ان الفرقه ماشيه بالظبط. علشان كده انا قسمت نادي الزمالك لثلاث ملفات. حلوه التقسيمه فعلا دي. يعني انا رؤيه نادي الزمالك هي الثلاثه دول هنتكلم فيها الفنيات دي. برجع ارجع لاحمد انفرادات بتاع مشاكل انت على طول. مش مشاكل في امريكا كنا مع وقت تهادي، ما كانش في الكلام ده خالص يعني. بره بتبقى اهدى من كده عشان كان بعثه سياسيه. طب نرجع تاني، هل ده يعني اللي بيحصل ده مرتبط بنتائج نتائج فرقه الكوره والخروج من البطوله الافريقيه، خروج من البطوله العربيه؟ انت قلت كلام في منتهى الخطوره ان الاهلي متعاقد يا حسام مع المدرب قبل لقاء الوصل. ده كلام في منتهى الخطوره. انا مش بشكش في كلامك طبعا. انا بقول وانا بقول لك ان احنا برنامج هوا يعني. اي حد من مجلس اداره النادي الاهلي عايز يخش وعندهم المعلومه، لان واضح ان هم دلوقتي المعلومات كاعضاء بياخدوها من شخص خارج النادي. يتم زمان كانوا بيقولوا عهد التسريبات. السؤال في النص كده، هل كل اعضاء مجلس الاداره عارفين القرار دوت ولا القريبين؟ والله هيعرفوه على الهوا دلوقتي. يعني محدش يعرف. يعني في ناس عرفت على الهوا دلوقتي. انا بقول ان 90% من اعضاء مجلس الاداره عرفوا القرار دلوقتي. انه طبعا هيفضل عليه تعتيم لحد الكابتن خطيب ما يجي، وهيبدا يبقى في نفي ويوي. بس انا بقول لك المعلومه دي مؤكده بالنسبه لي حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها. الا طبعا بقول لك في جهه معينه او شخص معين هو طبعا على الناحيه الاعلاميه يعني على ثقه الكابتن خطيب، هو اللي بياخد اخبار لدرجه ان الاعضاء بيعرفوا منه اخبار. وده طبعا لو كان حصل عهد محمود طاهر كان طبعا تبقى جريمه. التسريبات واهلي مختارك 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 والجو اللطيف ده. فانا بقول لك يعني هو لا، في دلوقتي في غضب، في غضب داخل المجلس والناس زعلانه جدا. وعلى فكره معظم اعضاء مجلس اداره انا يعني بحترمهم كلهم، مشتاقين جدا جدا ومش راضيين يتكلموا عشان السيستم بتاع النادي الاهلي. بس في قمه الغضب واكتر من الجماهير. سيستم فين اما معانا لقينا يعني حسام غالي وفضل. اول مره بتحصل حسام ان حسام غالي وفضل ويتخانقوا. انا مش عارف مين مدير التعاقدات في النادي الاهلي دلوقتي. خلينا يعني نكون متفقين يا استاذ احمد انه يعني في حاجات فعلا بتحصل لاول مره داخل النادي الاهلي. طبعا انا واحد من الناس كنت مساند ومؤيد بقوه للكابتن محمود الخطيب في الانتخابات الاخيره. والكابتن محمود الخطيب دخل معتمدا على رصيد نجوميته عند الجماهير، وهو رمز كبير من رموز كره القدم المصريه. ولكن على ما يبدو انه المشاكل كانت يعني كبيره الى حد انه الاختيارات اللي حصلت لما الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره جه، الاختيارات عليها علامات استفهام كبيره يعني. كانت ناس موجوده ايام المهندس محمود طاهر ورجعت تاني يعني، سواء الكابتن زيزو او الكابتن علاء عبد الصادق. والكلام كتر بعد كده عن امور بتحصل داخل الفريق، وفي تحقيقات كانت بتحصل داخل يعني قطاع كره القدم تحديدا. اللي بيقوله احمد درويش دلوقتي انه تم التعاقد مع المدير الفني قبل مباراه الوصل، اعتقد ان ده كلام اقرب يعني للحقيقه، وهو طبعا على عهدته. لكن في ادله، الادله دي انه كان المفروض هيحصل قرارات جذريه قبل مباراه الوصل، ولكن تم تاجيل القرارات لما بعد مباراه الوصل، ومنها مصير المدير الفني كارتيرون، لانه يعني كان في عدم ثقه انه الفريق فعلا مش هيعدي من الوصل، وكان الاقرب فعلا انه قرار بالاقاله. فده كلام كان منطقي، ولكن بعض علامات الاستفهام. طيب هو يعني مع كامل احترامنا للاسماء، طيب هو الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي ليه ورجع ليه؟ طيب هو الكابتن طارق سليمان مشي ليه ورجع ليه؟ طيب الكابتن على فكره مصطفى كمان مدرب كويس جدا يعني، انا حضرته فتره في الزمالك. لا مدرب كويس يعني، بس عايز تختصر. لا انا عندي اهم من مصطفى كمال. طبعا مصطفى كمال على عيني وراسي. اللي بيحصل في الاهلي ده ذنبه محمود طاهر؟ مش عايزين نهبط بكده. المهندس محمود طاهر راجل محترم جدا جدا جدا. محمود طاهر اتظلم يعني؟ انت بتقول لو الكلام ده بتحصل فعلا محمود طاهر؟ محمود طاهر لانه ظهير اعلامي قوي. لا وعنده الكابتن محمود الخطيب حته الشعبيه، الكاريزما طبعا الشعبيه بتاعت ربنا. بس هقول لحضرتك حاجه، اتفضل. يعني مهندس محمود طاهر
في السنة الأولى ما جاب جريده كان عصر إحلال وتجديد، خد السوبر من الزمالك بضربات الجزاء وكسب الكونفدرالية الأفريقية ب 16-17 لعيب موسى إيدان وي وي، ووقتها الزمالك عمل موسم عالمي في التعاقدات تمام، اتهموه بالضعيف وي وي، راجل فك كيسه وبعدها على طول جاب مارتن يول، عبد الله السعيد، قصدي أزار، وأحمد حجازي، أجاييه، علي معلول، صفقات محترمة، وجاب مدير فني برتغالي قبلها كان اسمه بيسيرو هرب أو مشي، وجاب مارتن يول وهكذا ومشيت العجلة. ما نجحش في بطولة أفريقيا بس الأهلي دعم بصفقات إيفونا، صفقات محترمة، والأهلي بدأ على الطريق الصحيح حتى جاء حسام البدري وحقق الدوري وأرقام قياسية ومن هذا القبيل. بس محمود طاهر ما كانش ليه ظهير إعلامي، ده كان فيه إعلامي، لا كان ليه ظهير طبعا، لا كان ليه، لا كان فيه قناة وإعلامي معين، لا كان ليه، كان فيه إعلامي معين بيطلع بالثلاث أربع ساعات كل يوم يشرح محمود طاهر. احنا هنتكلم، بص هنتكلم في الواقع، محمود طاهر ما كانش ليه ظهير إعلامي قوي بسبب حظ الكابتن، ماشي، بس كابتن خطيب، كابتن خطيب كان ليه بس مش بالقوة، كان انت ما انت في النهاية مش هتقدر تتحكم، لا لا لا، ابرز إعلامي الأهلي وانتوا عارفين كويس، ابرز انا بقول كان في قناه واعلامي شغال تقطيع، ده كفايه عليه لوحده ده تمام. انا عايز احضرك حاجه، ده في وقت الانتخابات، ده في وقت الانتخابات وكمان السوشيال كان ضد محمود طاهر، الراجل كان بيتكلم كتير، ممكن يعمل لقاء مع مراسل، وقت ده رئيس الاهلي بيعمل لقاء مع مراسل، ده رئيس الاهلي بيعمل مداخله احنا مش متعودين، الله يرحمك يا صالح، الله يرحمك كابتن حسن، الله يديك الصحه كابتن حسن اسف، وهكذا كان بيقارنه دايما. كابتن خطيب طبعا ساعده على كده، طبعا كابتن خطيب يعني كلنا بنعشقه، كلنا بنحبه، كلنا حابين ان هو يتوج اسمه ومشواره برئاسه النادي الاهلي ولو دوره تمام، والناس كلها سندته. بس عايز اقول لكابتن خطيب واللي معاه، سكينه السوشيال حاميه زي ما قطعت، انا اسف، رقبه رقبتك ممكن توصل ليكم حد عندكم، ان السوشيال زي انت بتتكلم شويه علينا احنا في الحلقه، الناس السكينه دي عاميه على الكل، والنادي الاهلي وجهته اساسيه وشعبيته جاءت من فريق كره القدم، هو الانديه الجماهيريه، لما موسم فاشل مقارنه بموسم تاريخي للزمالك ما فيهوش صفقات، مدرب ما كانش تمخمين شويه في الزمالك شويه خير، بس خد بالك مقارنه انه في اول موسم للمهندس محمود طاهر برضو كان وقتها خسر الدوري، لا احنا بنتكلم بس ايه، بس مش جاب كونفدراليه وجاب سوبر، لا ومش بنفس الزخم برضو كده، جاب كونفدراليه وجاب سوبر السنه اللي فاتت كمان، في كان موسى ايدان، كان موسى ايدان وقتها السنه اللي فاتت يا احمد في نهايه عهد المهندس محمود طاهر، خسر في نهائي افريقيا وخسر في من الاسيوط. طب انا يا احمد برضو عشان برضو ما يبقاش كله ان انا ايه لا خط يعني الناس ايه، لا انا بقول لك مش خط والله، لا انا بالنسبه لي مدرب، لا انا بقول ده انفراد وهنقوله تاني كل شويه، ده طبعا لا طبعا احنا طب انا بسالك سؤال، نفس السؤال اللي سالته لحسام، ان هل الزمالك ممكن يستغل الحاله اللي هي فيها تخبط في الاهلي اداريا وفنيا وفي كل حاجه، وتلاقي الزمالك بقى في حته تانيه في كل حاجه ويفتح صفحه جديده كل ما بعده؟ نتكلم بصراحه ولا الناس هتزعل؟ لا بصراحه، كان حبنا ودعمنا وتقديرنا مش مطرح منصور، ولكن عندما يغيب مطرح منصور عن التصريحات يستقر الزمالك، ليش عشان الاسم ما انا بقول رئيس النادي، عندما يغيب رئيس النادي لان طبعا عم يحصل مكسب ما بيرضهوش او تعادل او خساره، غرامات وضغط وحاجات كانت بتاثر على اللعيبه وكانت بتشتكي وده كان بيعمل ازمه. غاب الراجل شويه، الزمالك ما شاء الله مش معنى كده بنقول ان هو يمشي من الزمالك لا سمح الله، عشان التفسيرات بس تبقى واضحه، انما المناخ كان اهدى فده عوامل ساعدت. انا شخصيا كنت ضد تجربه امير، يعني مش اي حد ابن رئيس نادي يشتغل في نادي، بس حقيقه بعد وجود امير وبعد الفتره دي انا اشهده ان هو له بصمه تمام، عمل مع الفرقه، ساعد على استقرار، وزي ما تشوفين الزمالك في البطوله العربيه بيكسب، في البطوله في الدوري متصدر بنتائج، بيكسب عشان كده يلا الاهلي وحش، لا لا ولا ده ولا دي ولا دي، لا الزمالك بيكسب عشان هو ماشي في طريقه، هو اصل الزمالك ملوش دعوه بالاهلي، هو كل المباريات اللي بيلعبها الزمالك بيكسبها، بس دايما الزمالك يبص للاهلي في كل المباريات بارقام، لا الاهلي لاعب كل مؤجلاته الاهلي هيبقى الثاني، لكن صعب اللي انا بقول عليه ان الزمالك يستغل الفرصه ويقفل باب المشاكل كله ويفتح صفحه جديده، هو الزمالك ما عندوش مشاكل، هو مشاكل عنده إدارية انما فنيا عنده حيره، لا دي هنتكلم فيها، اللهم الا مشكله كهرباء ثلاث فرق،
مشكله كهرباء. كهرباء مفيش مشكله. لا هي في مشكله خلي بس خليها في وقتها. ما انا اقول لك كهرباء هي قصه فلوس وما فيش مشكله. هو كهرباء عايز 8 مليون جنيه كفاءه اولى عشان يعدل وهياخد اللي هو عايزه زي فرجاني او زي طارق حامد وده ما حصلش وحقه لانه هيمشي يا في يناير هيجيب عقد يا في يناير يا في نهايه الموسم. ما مش هيمشي. ما على فكره كهرباء في اول السنه قال ان في عقد انجليزي وبتاع وما جاش. لكن انت في ظل التالق ده يا حسام لا كهرباء حقه طبعا حقه يبقى فيها اولى. هو دلوقتي من افضل 2 3 لعيبه في الدوري المصري اخر 9 بونت وحقه يبقى فيها اولى طبعا وبحقه يبقى موجود في المنتخب مصر. لكن نرجع صعب ان يبقى في سلام في النادي طبعا صعب واحلم واتظلم احلم كل واتظلم هنا يا عتاب واتظلم عبد الله جورج باحلم. لو احمد كان في نفس الموقف احمد مرتضى بعد عاد اقول اسمه او احمد مين قول احمد اتفضل. كان هو في نفس الموقف كان بعد اسبوع رجع المجلس تمام. وبعدين انا بقول حاجه الناس مش واخده بالها منها قوي. النادي خسر هنا العتاب على مستوى الدعم والماده. هنا العتاب راجل كان ممكن يدعم في الزمالك من جيبه الشخصي. فهو انت ليه تخسره وليه توصل امور ان الزمالك يفضل سنه ونص في المحاكم ولجنه التسويه والمنازعات ولجنه اولمبيه ويضطر رئيس النادي ان هو يتوقف من الاتحاد الافريقي اليد واتحاد افريقيا كره القدم ويتمنع من دخول مباريات عشان ازمات زي دي. فانا شايف ان الزمالك عشان يكمل ويكسب الدوري انا ما بصش للسنه دي. انا السنه الجايه واللي بعد يعني انت عارف الزمالك لو عمل المصالحه اللي في دماغي دي لا هتفرق السنه الجايه واللي بعديها وتدعيم من هنا يعني صح. ايه اللي هدمت عارف ايه كان عايز يتدخل كان يتدخل من سنه ونص حل يعني لو في طرف اليس منكم رجل رشيد الرجل الرشيد ده كان عايز يدخل كان دخل انما احنا كل المحاولات بقت بفشل في اتهامات بالتخوين واتهامات مش عارف ايه وشايفين مسلسل لا ينتهي. انا شايف ان الدوره دي ممكن تنتهي وهنا عتاب نائب رئيس الزمالك على الورق يعني احنا نقول يا استاذ هاني يا نائب رئيس النادي في مداخله بيننا وبين بعض بس قاعده بس ما هو الوضع هيفضل كده طبعا في تاجيل وطبعا في قضايا ورئيس النادي يعني حرفي شاطر في قصه ان هو بيعرف يبقى كده الزمالك هو بس هيستفيد من تعثر الاهلي يا حسام السنه دي بس يعني لكن بعد كده مش هيقدر يكمل في لا ما يقدرش ليه انا يعني عايز اقول لك يعني موضوع الازمه على منصب نائب الرئيس يعني انا لا اعتقد ان الامور هتستمر بالشكل ده لانه في النهايه احنا المفروض عندنا قانون رياضه وعندنا مركز تسويه وتحكيم رياضي والموضوع ده منظور امامه حاليا والقضايا شغاله سواء من هاني او سواء من الدكتور عبد الله جورج فالامور لا انت توقعاتك مش احمد ما بيقول لا ده لغايه نهايه الدوره والكلام ده استاذ احمد المفروض فاكر حضرتك لما الزمالك سافر لعب مباراه السوبر اللجنه الاولمبيه طلعت بيان وقالت انه لازم هاني العتال وعبد الله جورج يتم دعوتهم لحضور الاجتماعات ويتم يعني سواء وافق على القرار او لم يوافق ولكن تمام. لازم يتم دعوتهم تمام. فده امر قانوني وده امر لائحي طبقا للائحه نادي الزمالك اللي هي لائحه النظام الاساسي اللي اقرت في الجمعيه العموميه الخاصه ان يبقى في قلب ثاني غير الاهلي والزمالك انت ايه رايك في التجربه دي؟ بص التجربه شبه متكاملة. ليه شبه متكاملة؟ لأنه ينقصوا الضغط الجماهيري اللي بيمثله الجمهور على الأهلي أو الزمالك أو حتى الإسماعيلي والاتحاد المصري. أنت دايما بتلعب وخايف من رد فعل الجمهور بعد الماتش لو أنت ما لعبتش كويس لو أنت اتغلبت لكن في النهاية فريق ما عندهوش جمهور مش هيفرق أو لو اتغلب غير أنه هو مثلا هيتخصم له أو هيعاقب أو الكلام ده كله. لكن إلى حد ما حسام حسن عنده الناحية الحماسية او الضغط اللي بيعمله على اللعيبه علشان يؤدي ويطلع منهم كامل طاقتهم في الملعب اعتقد الى حد ما بيحاول يعوض بيه غياب الجمهور. شفنا المصري بعد رحيل حسام حسن يكاد يكون جسد بلا روح فبالتالي فبالتالي انا شايف ان بيراميدز عنده فرصه جيده ان هو ينافس لكن صعب بالنسبه لي ان هو ياخد الدوري صعب. لا يعني انا عن نفسي انا حبيت تجربه بيراميدز من يعني من اول يوم عايز اقول لكم سر انا بلاقي نفسي بشجع بيراميدز في الماتشات مش عارف والله يعني حاجه كده يعني عايزهم يكسبوا وعايزهم يوصلوا بس ما ياخدوش الدوري يعني لا يعني لا يعني في شكل في شكل جديد يا جماعه للدوري. احنا بقالنا من ساعه احنا شفنا ان لازم في اخر يا اهلي يا زمالك يا زمالك يا اهلي الاسماعيلي كل فتره بالزبط. لا يعني لا دلوقتي الناس كلها بتتفرج على ماتش بيراميدز هي الميزه يعني فعلا
هي الميزه بكره لان بيراميدز هيلعب صحيح، لكن لو انت لو مش عارف مين ومين هقول لك هقول يمكن بيراميدز عمل حاله في الدوري حاله بالظبط عمل حاله بسبب المشاكل اللي كانت حصلت مع الاهلي وبسبب الدعم اللي حصل من الزمالك فاصبح بيراميدز حاله الناس كلها بصاله جمهور الاهلي والزمالك الاثنين بيتفرجوا على ماتشات بيراميدز تمام كل الناس بقت تتفرج على ماتشات بيراميدز بيراميدز ممكن يكمل لغايه فين بص وجهه نظري اول هوادي ما عندوش اي حجه دايما بيشتكي من انه بيمسك فرقه امكانياتها محدوده وانه مثلا بلاعب مين ده في لعيب في فرقه بثمن فرقه المصري وهكذا ده صحيح المره دي يا كابتن حسام بحبك وانت عارف علاقتي بيك عامله ازاي بس انت ما عندكش اي حجه نهائي معاك لعيب على اعلى مستوى كان تغيير في محل ابن حسام حسن انا كنت عارفه من اسبوعين تمام يعني انا كنت عارف من قبل تعاقد حسام حسن باسبوعين ان هو هيمسك طب فعلا حسام مضى في بيراميدز قبل ما يسيب المصري ولا هو قبل القعده الشهيره دي هو قول الحقيقه بقى حسام حسن كان انهى كل حاجه قبل ما يعلن عن رحيله عن مصر وانا كنت كتبت الناس كلها كانت عارفه ان حسام اخره البطوله الافريقيه مع المصري بيراميدز دي كانت مفاجاه قال بسبب الملعب والكلام ده لا هي بيراميدز دي كانت مفاجاه هو كابتن حسام كان حاطط لنفسه بطوله افريقيه هدف ولانه كان علاقه مع مجلس اداره ما كانتش ما يهم نهائيا فهو هو كان اتفق وكل حاجه وبعد كده بلغهم بقصه الرحيل انا كنت عارف التفاصيل كلها كابتن حسام ما عندكش اي حجه ان انت ما تنافسش يعني انا شايف ان انت معاك فرقه مكتمله يحلم بها الاهلي والزمالك ده صحيح كفايه وجود كينو انت عندك مشكله بس في راس الحرب انما كفايه وجود عناصر يعني على مستوى الدفاع عندك شناوي الهاف ديفندر مثلا تيجي تقول مهند رشيد كان متخانق عليه الاهلي والزمالك احتياطي نبي دونجا احمد توفيق بتاع الاسماعيلي محمد فتحي ومجدي قفشه انا وسط مدافع صنع العاب محمد فاروق قفشه كينو لعيبه مميزه جدا احمد عفيفي فاروق لعيب كبير قوي لعيبه المستوى الدفاعي علي جبر عبد الله بكري احمد ايمن منصور محمد حمدي وشمال اثنين حراس مرمى مهدي يعني معاك معاك كوكبه وعنده دعم عايز اقول لحضرتك محمد حمدي طبعا باك في 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 خمس اشخاص بالترتيب كده كابتن حسام البدري كابتن احمد حسن كابتن هادي خشبه سيفي الوزيري اربع اشخاص طب تمام دول يعني اللي بيحلم بيه حسام حسن وابراهيم بيوفروا طب تمام انا الناس كلها كانت متوقعه برضو هسمع كلام حسام وبعدين اجي لك تاني ان الزحمه دي زخم النجوم دول لان النجوم ما تركبش مع بعض اكيد يبقى في تنافر لا انا عايز يعني اكمل على كلام احمد انه يعني الـ 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 انا وجهه نظري قلتها ان هو يعني في 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 اعتقادي انه بيراميدز يعني اقصى حاجه ممكن يعملها السنه دي في وجهه نظري من الظروف المحيطه ان هو ياخد المركز الثاني ويشارك في بطوله افريقيا السنه الجايه هو الثاني لكن انا قلت من بدري قوي قلت الزمالك الزمالك هبعتها لك بعد الاهلي قلت الزمالك بيراميدز انا عايز اقول والله في الاول اسبوع في الدوري طيب هقول لك لا تامن لا تامن الاهلي الاهلي عبر التاريخ معود الجميع يبقى 15 و 18 اجيب لك جدول ده نخليه على الجدول قدامي انا نخليه بقى على الجدول قدامي انا اشك ان علاء عزت لك هيجي بكره انا بقى كل بقى الله كل مره اجيبه اجيب الجدول قدامي الجدول قدامي بس عايز اقول لك حاجه التاريخ دايما بيقول ايه لا لا طبعا لا طبعا لا وحد يقدر حد يقدر يقول ان لا انا بس عايز اقول حاجه في موضوع حسام حسن لانه انا من الناس المتحمسه لحسام حسن وابراهيم ابراهيم حسن طلع بعد المباراه الاخيره وقال ان بيراميدز بينافس على الدوري هم هو كجهاز فني يمكن ده قبل الجدول هو الاستاذ احمد درويش لغايه ما خليكم لغايه ما عايزه تيجي بكره بقى يعني يبقى كده مش هيدي يعني الجدول برده لا يعني الاهلي طبعا لسه ماتشات متاجله كتير بس ما هو بالورا والقلم حسبنا لو الاهلي كسب كل ماتشاته لا ما هو ما كسبش هيكسب ازاي ايوه انا بقول بس ما كسبش كده بس ده الاهلي ايوه ما هو النهارده هو الاهلي كسب ماشي الكوره ما فيهاش كبير انا ما بقولش حاجه بس يعني حد كان يتوقع ان الزمالك يخسر من النجوم لا طيب الكوره ما فيهاش كبير بالظبط من قصدي ان انت ليك 7-8 مباريات لا مش شرط انك تكسبهم وخصوصا ان انت ليك ماتشين مع ولا ثلاثه مع بيراميدز طيب. دول هيهدوا اي فرقه بس ليك مع الزمالك ماتشين بس انت عندك مدير فني جديد وعندك تدعيمات هتحصل لان يعني انا بقول لك الاهلي راصد 120 مليون جنيه ده رقم يتقال من احد اهم اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ما فيش لعيبه انت هتجيب منين هتجيب منين راصد 120 مليون جنيه مين في مصر انت احسن ممكن خمس تجيب. صفقات في يناير خلاص جدول الدوري يا جماعه ده مخلينه بجد على طول لا بكره نجيبه مع علاء عزت بقى مين لعيبه في مصر يعني انت هتلاقي برضو نفس الاسماء اللي في المقصه مش عارف يعني فاهم هتلاقي كام لعيب هم يعني جون انتوي طبعا هيفرق لكن لما الاهلي يدخل مع الاهلي لا هو جون انتوي ما كان في الاهلي صحيح يعني يبقى انت ما فيش لعيبه يا احمد لا القصه كمان في الاهلي خلينا يعني انا يمكن قلتها بعد حتى نهائي افريقيا
المشكلة انه في تداخل في اختصاصات. انا شايف انه لغاية دلوقتي حتى التدخلات دي لم يعني الادارة لم تفض الاشتباك فيما يخص تدخلات سواء يعني مين اللي بيختار لجنة التعاقدات، طيب اللجنة الفنية الكابتن علي الامور في ايد سيد يعني حفيظ. هل تعلم كل الامور طبعا احنا خلينا من الاهلي للبيراميدز. انا اتكلم على البيراميدز اقول بس النقطة دي سريعا. الكابتن حسام بدري احمد حسن اقول النقطة دي سريعا. هل تعلم انه الكابتن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية لم يجلس جلسة واحدة مع كارتيروني المدير الفني للنادي الاهلي؟ يعني طب ده قصه وبيدفع ثمن الراجل ده. لازم جمهور الاهلي يبقى عارف ان علاء ميهوب ده ظلم مبين في الفتره الاخيره وساكت. انا كويس انا بقول لك اتكلم هيقول كلام كتير جدا والنادي الاهلي علاء ميهوب ده بقى ظاهر مش كده؟ صحيح بقى ظاهر. طيب ده انا وعلاء ميهوب على فكره محمد عنتر لو في صفقه ما بين بيراميدز والزمالك بيراميدز محتاج محمد عنتر. انا بقول لك هيحصل صفقات تبادليه وايمن هيبقى عنده نيه انه يبيع محمد عنتر. لا مش هيبيع يعيره قصدي من اهم الناس المطلوبه من الزمالك او اسم الوحيد المطلوب من الزمالك الانتقال الى نادي بيراميدز. ومش ايمن حفني مقابل عبد الله بكري. انا بقولك انا معلومه. لا وايمن حفني برضه بس ولا دايره ده انا احتياجات جهاز فني احتياجات. انا اديك احتياجات عشان تاخد الدوري. انا بقولك ما هوش حاجه بقولك الدوري اصلا. تمام اتفضل. احمد حسن ممكن يفاجئ بالمعلومات دي ويزعل. لا ما انا بقولك بقى الزحمه بتاع الكابتن احمد حسن الكابتن حسام البدري الكابتن هادي خشبه الكابتن حسام مع الكابتن ابراهيم سلاح ذو حدين. لا خالص انا عايز اقول انا عايز العلاقه على اكبر ما يرام. ده سيستم محطوط والناس شغاله فيه كل واحد عارف دوره بيتكلم في اطار وادوار متقسمه. بل بالعكس الجهاز الفني بيزعل دلوقتي انهم اللجنه دي خفت رجليها عن التواجد في التدريبات والمعسكرات. يعني خلاص بقى في جهاز كامل ومش عايزين يضغطوا عليه. الجهاز الفني بقى يزعل منهم دلوقتي ان هم يعني رجليهم مقصره ما بتجيش زي الاول. احمد حسن ما بيجيش زي الاول وهكذا. هو الاكثر تواجد شويه كابتن هادي خشبه لانه في بعض الامور بيظبطها في النادي على حسب معلوماتي يعني في شويه هيكله كده. انما علاقه على اعلى ما يرام. وحسام حسن عايز اقول لك دش من بتاع زمان جدا اللعيبه في اوضه اللبس بعد التعادل الاخير مع انه 7 نقط من 9 بدايه نموذجيه. بس هو راجل عنده طموح وشايف ان هو يقدر يبقى على الاقل خالص ينهي في المركز الثاني. ورا مين بقى ده لسه في عينه. انا بقول لك تصريح كابتن ابراهيم حسن كان واضح انه لا هم جايين بينافسوا على الدوري. وده حق مشروع يعني طبعا. وخاصه بيدي شكل حلو على فكره بالظبط يعني. انه الدوري يفضل اللحظات الاخيره كلنا منتظرين ومتشوقين مين اللي هيكسب. شوف الدوري الانجليزي عامل ازاي. شوف ده دوري سعودي. اي دوري اي دوري في العالم الدوري التونسي فيه 4 بيتنافسوا. صحيح اي دوري يبقى لازم فيه يعني على الاقل 4 فرق. الدوري الانجليزي حتى تشوف حجم النقط ما بين الاول. ليه التجربه دي اتحاربت من بدري قوي يعني. انا يعني ناس وقفت لا يعني هي عايزينها زمالك واهلي او اهلي وزمالك بس. لا انا هقول لحضرتك على حاجه. بس شوف ما اتحاربت ولا لا طبعا يعني خلينا نقول انه دايما الجمهور مش هتقدر ترضيه طبعا. الجمهور دايما بيحارب على فرقته سواء اهلي او زمالك حتى. وبتشوف ده دلوقتي على السوشيال ميديا. وده يمكن ده اللي اختلف ان احنا بقينا في عصر السوشيال ميديا بتاثر جامد والرسائل بتوصل بسرعه. فالاختلاف اللي حصل في يعني قبل بتجربه بيراميدز ما بين اداره النادي الاهلي وما بين المستشار تركي آل الشيخ ده خلى جمهور الاهلي شويه مش متقبل التجربه. بعد كده بدات التصريحات المسؤولين من كل الاطراف على الصفحات وكذا وكذا خلى الامور شويه برضو يبقى فيها يعني عايز اقول ايه مشتعله. لكن اعتقد ان في الفتره الاخيره تم بقى الوضع اهدى شويه. الامور هديت شويه. هدي الموضوع خلص يعني الى حد ما يعني الظاهري يعني وخلص يعني. انا عايز اقول لك انما تاثر بعدم مباراه السوبر وما فعله كابتن خطيب بالرحله العلاجيه المفاجئه تاثر طبعا. بس يعني لا تاني يعني لا تاني لا مش تاني هي مره لا تاني لا تاني يعني لا رحله مقصوده عشان ما يبقاش في السوبر. هو كلامك كده عشان اللي بقوله بس هو اداره فهمت كده زي اللي هو اداره النادي الاهلي. بص يا راجل انت فهمت كلام احمد درويش ان هو بيقول الرحله العلاجيه المفاجاه هو ده عشان بقاش في ماتش الصبح. بعد ما اتفقوا انا فهمت كده. طب انا اوضح تاني. بعد ما اتفقوا والامور اتحددت وبقى في ميعاد وبيان في ازمه صحيه وفي عمليه جراحيه فمحدش يقدر. بس انت ما تقدرش برضه بالظبط يعني. انا اقول لك يعني انا بقول لك انا ما اقدرش اكتر يعني. بص انا خليني اقول كده بس. طيب انا هقول لك بس خليني اقول كمان ان جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي هي الخاسر الاكبر من تجربه بيراميدز. والمفيد الاعظم هو نادي الزمالك بما حدث طبعا بما حدث جازوا فرجان كفايه. والاهلي دفع ثمن وساطه شخص غير مسؤول
بين الطرفين، لاعب على الإحبال واستفاد من هنا ومن هنا وورط النادي الأهلي فيما هو الآن أحد الأشخاص. بص أنا هقول كلمة بعد خسارة البطولة الأفريقية، الأهلي يسدد الفواتير الانتخابية. عندما يعود تنتهي فواتير الانتخابية سيعود النادي الأهلي. فواتير الانتخابية في المنظومة، في القناة، في ده تم استحداث مناصب وهمية في النادي الأهلي لأشخاص لمجرد أنهم وقفوا في الخيمة. يا جمهور الأهلي والله إحنا مش ضد الأهلي، بس إحنا حرصنا على المصلحة. لما الزمالك قعد سنين ضايع كنا الإعلام كله بيطلع شرح في الزمالك، نقول في كذا وخناقات ومحاكم. الأهلي يعاني، كابتن خطيب لابد أن يغلق حنفية الانتخابات زي ما نقول كده، حنفية تتقفل ويبدأ ترتيب الأمور من جديد. يعني واحد زي وليد صلاح الدين ما يبقاش مدير كرة ليه مثلا؟ عمارة مثلا ده محمد عمار مغضوب عليه، ده واقف في الخيمه مع محمود طه، ده شخص مغضوب عليه. ده السيد ده احق بتولي المدرب العام مع اي مدير فني اجنبي هو ده السيد. ليه بعيد بقى؟ عشان كان مع مهندس محمود طه ده وقت الانتخابات. ما طبعا مشغول في الخيمه هنا، خد مكان وما وقفش. بس هقول لك على حاجه، يعني في النهايه يا استاذ احمد، يعني عايز اقول ايه، ما هو في اي مكان بيحصل فيه انتخابات وبتلاقي ناس واقفه مع جبهه ومع جهه، ما هو طبيعي طبيعي الناس ما كانتش متوسمه كده في الكابتن خطيب بسموه واخلاقه وبتفكيره ارقى من انه يقحم يعني فواتير انتخابيه. في فواتير انتخابيه في الاهلي فعلا؟ في ده يعني الناس اللي جوه الاهلي بتتكلم في ده، يعني معترفين بده. عشان كده يعني انا واحد الناس قلت بعد خلاص نهائي افريقيا لازم الاهلي يعيد هيكله قطاع الكره بالكامل، ويتم تعيين ناس يعني ليها كفاءه، ويتم الاعلان عن اختصاصاتها ايه. يعني مش مجرد اسم ومعاه شغلانه ما بيشتغلهاش او مش عارف صاحب قرار فيها. يعني مين صاحب قرار دلوقتي ان هو يقول الصفقات اللي محتاجها النادي الاهلي؟ مين اللي بيتعاقد؟ شخص مبرر. انا بقول لك يعني مين اللي بيحدد الصفقات؟ مين اللي هيتفاوض على الصفقات؟ مين اللي هيقول مين اللي هيمشي؟ يعني دي كلها امور يعني غير واضحه المعالم، وقدامك شهر على فتره الانتقالات. كان من خطا على منظومه بحجم النادي الاهلي أن تجعل منصب المدرب العام ومدير الكورة في شخص محمد يوسف. الأهلي غني بأولاده. يعني الأهلي عمل دي لما كابتن ثابت الله يرحمه مات، فلضيق الوقت الله يرحمه خلى حسام البدري المدرب العام قائم بأعمال مدير الكورة، فنجح التجربة. حتى بعد كده الزمالك عملها. طب ما انت مش عايز تكتر الناس يعني. لا مش عايز تكتر الناس. ده خصوصيات، خصوصا كابتن محمد راجل فني، طب دايما مدير فني واشتغل مدير فني. مدير الكوره بتاخد من منصب، بتاخد كتير. من الفني بتاخد من وقت كتير قوي طبعا، من تفكير وطول. عايز يعني ده اللي ما بيقعدش احتياط، اللي بيقعد احتياط عايز تراضيه، اللي عايز عقده، اللي عايز اللي عايز. طب اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. ناصر ماهر مش تم ايقافه عشان مباراه خماسيه؟ مباراه خماسيه. طب ما في حارس مرمى ناشئ كمان كان بيلعب في نفس المباراه، ما تمش ايقافه ليه؟ ملوش ده. ايه ده؟ بيقول لك ما يضربش على بالناس. ده انا بتكلم في كده. مؤمن زكريا، مؤمن زكريا، مؤمن زكريا. بص انت الاهلي دفع ثمن ايه؟ عقاب تجنيد ما استفادش. مؤمن زكريا راح بيراميدز نهائي خالص. خلال اسبوع بالكثير مؤمن زكريا كنت هيتم الاعلان عن تجديد تعاقده مع النادي الاهلي، اقل من اسبوع كمان. لكن خارج حسابات بيراميدز نهائي. بيراميدز هيجيب كام لعيب؟ لحد دلوقتي اربعه. هو مستشار تركي او الصفحه اعلنت خمسه، بس لحد دلوقتي الاطار اللي انا اعرفه يعني انه مشغلين في اربع اسماء. اثنين راس حربه وقلنا فكرني ديفندر وقلنا محمد عنتر. في حاجه او في يعني انا عايزين ناخد الدوري. بص يا عصام، انا عارف ان انت قريب جدا من الحضري. إيه الحضري ولا يعني كمان على فكره؟ طبعا. لا يعني طبعا انتوا الاثنين. انا برضو وانا والله ياما عزمني، بس كنت يعني ساعات وساعات. لا طبعا الحضري حبيبنا كلنا، بس انا عايز اقول لا يعني ده اسطوره حراسه المرمى في مصر وفي افريقيا، وانا كنت اتمنى ان هو ينهي المشوار في بعد كاس العالم. انتوا برضو كقريبين منه المفروض كان دي تبقى نصيحه، ما الواحد بالقريبين منه. انا مش لاقي معنى ان حد في حجم الحضري وفي تاريخ الحضري ان بعد التاريخ المشرف بعد المونديال لسه يرجع بقى في الدوري ويجي في جون والجماهير تهاجم وهو يقول لك لا ومين اللي غلطان. هو طبعا يعني زي ما حضرتك قلت، هو من يعني بيستشير مجموعه من المقربين حواليه. انا يعني نصيحتي كانت ان هو بقى فعلا بعد ما رجع من روسيا انه يعلن اعتزاله بشكل نهائي، لانه ده قمه العطاء فعلا،
واغلب المقربين. هو كان وجهه نظره مختلفه، كان شايف ان هو لسه قادر ان هو يدي. هو الحضري من نوعيه اللاعبين يعني كل اللي اتدرب معاه وكل اللي دربه عارف ده طبعًا انه تدريباته مختلفه عن اي حد، حتى ما فيش اجازات خالص، حتى في الراحه ما فيش. فهو كان شايف ده. انا في وجهه نظري قصه تانية، انه لو كان في حد يقدر يزيح الحضري من مكانه ما كانش الحضري هيفضل مستمر لغايه دلوقتي. صحيح. ايه يعني الحضري لم يقصر حتى في مشواره مع الاسماعيلي، مش مهم ان هو راجل فورمه هو... لا يعني تاني يعني. طبعا انا في وجهه نظري طبعا ده كان افضل من الذكاء من الذكاء احمد ان انت بتختار انت تمشي انت. انا بتريكا برضو حازم امام زيدان، بس عايز حاجه واحنا انا كنت في روسيا مع حضري في كاس العالم وقعدنا مع بعض 45 دقيقه، عملت وقتها حوار جورنال. انا كنت بقوله كده يعني لازم في موسكو في سان بطرسبورغ في سان بطرسبورغ برضه كنت بالاوض بتاعه الكلام ده ولا ايه؟ لا ما طلعتش اوض، احنا قاعدين تحت. كان انا وجهه نظري نفس القصه، بس هو شاف انه قدامه سنه واسماعيلي ووعدوا إدارة إسماعيلي إنه ناهين تاني، فالسنة دي هلعبوا على الدوري وحاجات كده. فلما بدأ الحضري وفوجئ بالمستوى ده بقى في أزمة، وقعد الأزمة تتفاقم مع خسارات ومع عودة. بس مش إسماعيلي يقنعه إنه بس ما هو يقنعه يعني إسماعيلي مع خلص احترام ليه طبعا فرقة كبيرة والكلام ده، بس أنت برضه هو أنت جاي من كأس عالم شعر إنه لسه قدامه سنة. ماذا 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 هتضيف السنة دي هتضيف إيه للحضري؟ انا خد الدوري. هو حاسس لا خد الدوري على فكره مش على مستوى مادي. هو حاسس انه كان لسه قدامه سنه، ما كانش هيلعب اسماعيل، كان هيلعب بره مصر عشان تبقى فاهم. عايز اقول حاجه بس يا حسام، اخر مباراه الاسماعيلي الحضري مع الاسماعيلي خلاص كانت انتاج حربي، خلاص وقته انتهى خلاص، وبعت لهم وله مستحقات عن المهندس ابراهيم عثمان وقال انا مش عايزها. هتخلص على ايه؟ خلاص انتهى. هو خلاص وعلاقته مع الاسماعيلي انتهت، بعت مع شيحه وبعت مع حازم حديدي وقال له مستحقاتي انا مش عايزها. طب كده هتنزل ولا برضه هشوف نادي تاني بقى والكلام ده؟ لا مش هتنزل، عنده نادي تاني برضه. نادي في مصر ولا بره مصر؟ اتنين، واحد بره مصر واحد جوه مصر. طب ده مش انبي عشان الناس رابطه بانبي والجو ده، مش انبي، عنده نادي في مصر تبع مؤسسه ونادي خارج مصر ست شهور، وبعد ست شهور هيعلن اعتزاله. بعد ست شهور يبقى الحضري هيكمل هنا يا بره مصر يا جوه مصر اللي هي ست شهور، وبعد كده يعني الاعتزال يعني. طب بما ان سيره الحضري جت، ينفع نقول حاجه في قصه الربط مع حراسه المرمى وجنش ومطالبات بان جنش يكون حارس مرمى منتخب مصر؟ انا شايف ان ده وقت عوده جنش، وهما الاحق في ظل تذبذب مستوى محمد الشناوي. عندنا فجوه بعد الحضري، الناس حست بقيمه الحضري. عندنا فجوه ما الكلام اللي بيقوله حسام ان بس عايز اقدر اعاده قناعه. بس اول حاجه شهادة حق يعني في حق كابتن احمد ناجي، الراجل ده ليس مجانب في شغله، لا راجل محترم. هو ممكن يكون خانوا تعبير في قصه محمد الشناوي في الجابون مستر احمد، شهاده في حب برضه. ممكن المدير الفني هو اللي بيقول له انا عايز فلان في الاخر. انا اول حاجه شهاده عشان بس تعرفوا قصه الكوره والحب. في الجابون كنت موجود ضمن البعثه العالميه، لحد التدريب الاخير لمنتخب مصر قبل المباراه الاولى. قبل المباراه الاولى كنا عارفين ال10 اللي هيلعبوا، ناقص مركز واحد الحضري والشناوي. وكان اكثر تقلق وقتها هو الحضري. كان الشناوي كان لسه عنده ده بيلعب في الزمالك وده بيلعب، وكان شريف اكرامي جون الاهلي. الراجل كان واخد قراره ان الحضري جون ثالث، الشناوي اكرامي الحضري. وبناء على هذا الاتفاق الراجل عايز يبني، ما بصش بقى الاهلي شريف ولا بص الحضري، بس ان ده افضل مين في المستقبل في الوقت ده. ايش اتصاب احمد الشناوي وحصل الظروف ان الحضري بقى اول وكام اتصاب. القصه ما كانش مجامل يعني، كان عايز يجامل وقتها. انا لا انا ما قلتش انا ما قلتش ان احمد نجم. عايز اقول لك ان محمد الشناوي لن يكون اساسيا في مباراه مصر المقبله الحقيقه جنش او عواد حتى الان ما حسمش، لان عواد عامل شغل هيك طبعا في السعوديه واتاخر عليه كده. الوقت جاب معاكم وانا استمتعت بيكم والله ما شاء الله عليكم. يعني مؤخرا كده ناوي تدخل انتخابات رابطه النقابه الرياضيين ولا لا؟ انا مش داخل، ما بدخلش. لا انا بدعم اصحابي بس ما بدخلش. لا بس وانا بدعم بس وانا برضه بدعم بدعم بس انا ايه رساله يعني؟ ايه رساله لاصدقائي يعني؟ احنا اسره واحده وناس برافو عليك، ناس كلها يشهد لنا جميعا بالاحترام. اتمنى بس المشهد يعني اللي انا شايفه مش لطيف الفتره الاخيره تم تداركه.
احنا كلنا اسماء الحمد لله. الحمد لله. واتمنى ان الكبار يبقى في مستوى في الاول. محمد شوبان اضاف طبعا جدا طبعا طبعا وهيبقى ازمه هيبقى ازمه وجود اي حد يعني محمد شوبان يعني محمد شوبان عمل شكل وكيان ده حقيقي هينجح كلنا هندعمه وهنقف ورانا احنا في الاول وفي الاخر من عايزين كيان بتاع رابطه انه قدر الدين يبقى محافظ على نفسه ومقفول عليه لان احنا كلنا هدفنا واحد احنا كلنا بنخدم المكان بس برضه بالرابطه عشان كلمه الرابطه كده دايما هي احنا دايما يعني اقوى رابطه في نقابه الصحفيين رابطه القدر الدين هي فعلا خبرتنا نحافظ على النقاد فعلا هي الاقوى اقوى رابطه اقوى شعبه في النقابه فزي ما قال احمد انا شايف ان فعلا كلنا زملاء وكلنا اسره يعني في خصوصيه عندنا في اسره النقاد الرياضيين دايما حتى لو في مشاكل ما بتخرجش للناس احنا دايما بنحب نلم الاسره مع بعضينا وحتى لو في مشاكل يعني حضرتك عارف واحمد عارف انه في جروب عاملينه وبنتناقش فيه صحيح صحيح لكن صحيح. في النهايه انا واحد من الناس بحب اقدر كل حد من اساتذتنا الكبار وبحترمهم حتى لو حد خانوا التعبير في موقف انا بلتمس له العذر لانه في النهايه احنا بشر وفي النهايه احنا اسره واحده زي ما قلنا والانتخابات هتتعمل في اخر شهر 12 ان شاء الله باذن الله ونتمنى التوفيق للجميع واللي هيكسب واللي ربنا يكرمه كلنا هنقف معلش رساله اخيره بس الكابتن محمود الخطيب بقول يا كابتن ترجع بالسلامه احنا بنحبك وبنعشقك ودعمناك وما زلنا ندعمك عشان مصلحه النادي الاهلي وعشان جماهير غضبانه جدا لابد تنظر في امر تقسيم الملفات داخل المجلس وكمان رساله لجمهور الزمالك بقوله ما تبالغش في الاحتفال قوي في الفتره دي شرفتوني ونورتوني وسعيد بيكم فعلا وانا بقى رسلت لجمهور الزمالك بقول لهم لا افرحوا مش ده موسم استثنائي مش هتلاقوا يعني موسم زي ده كل البطولات بتقرب منكم يعني بص العب واكسب وما تبصش للمنافس هتلاقي البطوله تيجي ثلاث ساعات رياضة ثلاث ساعات استمتعت بيهم مع حضراتكم شكرا لكم وتصبحوا على ألف خير